مع السلامة. الله، عندك بايسكل. تعرفين ليش ماما اشترت لي اياه؟ ليش؟ لاني انا كنت شاطرة في المدرسة. عادي العب. اوكي، خذي لي شجور. انتي وين طيبة يا دانا؟ هي انا طيبة مع كل الناس. شكرا دانا، انا وايد احبك. عفوا يا بطل، مع السلامة. يا ربي احب اساعد الناس. هذه موجودة والحين قاعدة بروحها. ايوة، لازم انفذ الخطة. هاي، كيف الحال يا حلوة؟ الحمد لله. عادي ألعب وياك؟ نو أنتي؟ أنا وحدي وما عندي أصدقاء، وأهلي سافروني وخلوني أعاني في هالحياة، وأنا الآن ما عندي أصدقاء. شكلك حزينة وايد. أوكي، خذي دورة للنهاية هذه الشجرة. شو اسمك أنتي يا حلوة؟ دانا، وأنا أعيش في شارع رقم 10. أمي تشتغل في مكتب وأبوي يشتغل في مدينة ثانية لأن شغلة بعيد. ها، أنت قلتي كل قصة حياتك، ترى أنا بس أسأل عن اسمك. يلا خليني ألعب في وأخذ دورة. أوكي، أنا بترياك هني. يا الله، صدق هالبنت غبية، قالت لي كل قصة حياتها. أنا بس سألتها عن اسمها، شكلها غبية وينقص عليها. أنا بسرق البايسكل من عندها وبروح بعيد من غير ما تعرف. هاي، لا تتأخرين، أنا بترياج هني. أوكي، ما راح أتأخر. بروح بعيد وبخبيه. يا الله، انا الحين قاعد اشوف الشجرة بس ما اقدر اشوف الحرمة. وين راحت هاي الغريبة؟ أنا أول. يلا قومي، أنا أبى ألعب أول. لا، أنا أولا. قومي، أنا بلعب. قومي بدلك. شكل هذه الدراجة غالية وبنات صغار، يعني ينقص عليهم. قاعدين يتضاربون، بروح أشوفهم. لا يا بنات، لا تتضاربون. لا حبايبي، ليش تتضاربون؟ انا الخالة طيبة والخالة الحنونة، لا تتضاربون حبايبي. خبريني ليش تتضاربون، يلا خبروني ليش. انا ابي لابس كود. انا
أنا أريد لعب. طيب خلوني أجرب كيف تشتغل. يلا خلوني أجربها عشان ألعبكم فيها. يلا خلوني أنا أول أجرب. يلا خلوني أجربها عشان إذا كانت حلوة ألعبكم فيها دور بدور. أوكي مع السلامة. شوفي كم بس تكون واحد هذا الجراجي أخذ جلستكم. يلا يلا خبر دانا. الحين بعد ما جمعت سياكل الأطفال راح أبيعهم أو أأجرهم. يا الله أنا بصير غنية. يا الله هذا رزق الحمد لله على كل حال. الحين بعد ما سرقت السياكل والسكوتر بروح أبيعهم وبأجرهم. يعني مثلا الصغير راح أأجر بعشر دراهم للساعة الكاملة، أما الكبير 20 درهم، أما هذا لأنه حلو يحبونه الأولاد ب50 درهم. واو بصراحة بكون غنية في الساعة 10 × 6 ساعات، يعني 80 درهم. واو الحمد لله الحمد لله. شو فيكم؟ يلا يلا الحين بنادي الأطفال. يلا يا أطفال تعالوا، عندي سياكل وسكوترات، عندي أشياء حلوة تحبونها. واحد أخذ جارتهم. حتى أنا واحدة سرقت بايسكل مالي، بعدين راحت بعيد وأخذتها، وأمي اشتريت هذه هدية لي أنا. يلا يلا لين ندورها. الساعة الواحدة فقط ب10 دراهم. تعالوا يلا. هاي سكوتر مالي. أنا مالي. هذا البايسكل مالي اللي أمي جابت لي هدية. هم اوكي يا بنات، شفتي هذه الحينة؟ هذه حرامية خطيرة، سو لازم نسوي خطة. لحنا وثقنا فيها ونحن غلطانين. شو رايكم نسوي خطة عليهم عشان ناخذ اغراضنا؟ كيف؟ فطامي روحي هني على اساس ان انت بتجيبين دراجة. انت شو بتسوين يا دانا؟ انا باخذ سكوتر وخليها تلاحقني، بعدين انتوا خذوا السياكل واهربوا الى البوابة. يلا مستعدين؟ مستعدين. يلا يلا طن. بكم هذا؟ هذا ب50 درهم، إيجار لمدة ساعة. الله حلو. أوكي حبيبتي يلا بعلمك كيف تركبينه. تعالي بس حطي ريولك هني والريول الثانية هني. سرقت السكوتر مالي. تعالي يا بنت تعالي بسرعة، تعالي بسرعة. بعدين بابا انا تعال انساعدك. انا حالي انا حالي. أوه راحوا عند البوابة. صعب إني أخذ منهم السياكل وألاحقهم. الشرطة دائما تكون عند البوابة. أنا لازم أهرب. يلا بروح. الحين ما تقدر
توصل عنا لأن الشرطة موجودة. بس ثاني مرة ما نثق بأحد لأنهم كذابين. يا أصدقائي، الثقة لا تكون دائما صحيحة، لا تثقوا بالغرباء وخليكم حذرين، فالحياة فيها من الصعوبات الكثيرة. أنا عجبكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب، لا تنسون حسابنا الانستغرام وتيك توك وسناب شات. باي.